أنا كم مرة قلت لك ونبهتك؟ كم مرة؟ بس الظاهر إنك ما بتفهمي. يلا أختي شوفوا شغلكم، خلي الأولاد يطلعوا. يلا نشوف. هاو يا أولاد، لا تأذيهم، لا تأذيهم، لا تأذيهم. فكر حالك، روح من هون. ماشي معي. السلام عليكم دكتور. إن شاء الله خير. شو صاير؟ أنا ما نبهتك، بدي أعطيك درس ما تنسيه طول حياتك، عم تفهمي وليك؟ بدي كسرك إذا بتفتحي هالمدرسة. الظاهر ما رح تفهمي لحتى أجلي شي ولد. شو بدك فينا؟ جود خليهم يشوفوا شغلهم. يلا يلا تحرك انت وياه. أنسى صار لك شي؟ سنتي أسردي علينا. سنتي أنسى شو صار لك؟ أنسى يا أنسى شو صار لك؟ افتحوا الباب، افتحوا لنا الباب، افتحوا علينا. عجل يا جود، يلا عجل، خلص يلا. أنسى أمي إن شاء الله. أنسى حبسونا إن شاء الله. أنسى أنسى مشاني أمي. جينا يا أنسى أني حلونا. يلا خلونا نمشي قبل ما يجي حدا. يلا نشوف. يلا بعدو هيك، بعدو نشوف. يلا جود. ايه معلم. شوفوا مشان الله، بدي اشوفوا. احنا قربنا هون. يلا شعروا ورا. انا كلها يا ترى شوف. بعدو هيك. يلا بعدو هيك. حرك بسرعه. شعيت هيك عم تقلب. انا حذرتك من قبل. انت ما كان لازم تخلف ابو عدا، حق عليك. يلا ما عندي وقت. يلا خلونا نروح. يلا بسرعه. مشان الله يا دكتور. يا دكتور الله يخليك. عم مشان الله ساعده دكتور. لا تشوفه يا دكتور. لك هدول الاولاد. الله يوفقك. الله يخليك. لك هدول يا شباب. لك حدا يعمل طيبه، حدا يعمل اولادي يا دكتور. يلا مشان الله. لا تخافوا يا أولاد، لا تخافوا، تعالوا معي. يلا بسرعة. لا توقفوا أبداً يا شباب، بسرعة. يلا جيبوا مي كمان، جيبوا مي بسرعة. خير شيخي، شوفي شو صاير.
هذا الحقير زيدان حرقنا نهرة سينا مختلفة يا ربي ساعدنا رأى انت زينب شو صار لك؟ زينب زينب أمي زينب يلا رد عليك زينب بنتي زينب لك الله جيبوا مي بسرعة تعالوا بعد علي هيك شو عم تعمل لك يا أبي قولي زينب قولي يلا بسرعة لا تخافوا خليكم هون الله تمام بسرعة شوي بسرعة بسرعة يا حميد يا ربي انت من بعد تساعد الهدودان لا تخافوا السوق الغالي يا سلام بسرعة لا تخافوا انتم يلا بسرعة يلا اطلع يلا تعي انت كمان يلا عجنوا بقى يلا يا شباب يلا حاضرين أبراك شدوا الهمة يا حبيبة قلبي وينك يا خديجة تعي بقى يلا عبي نوب تعي حبيبي تعال عبي يلا 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 تعال علي تعب بسرعة أختي ما فيني أتركها يلا علي ركود ركود لك يلا يلا جدو يلا بابا زينب يلا فيقي زينب قومي يلا زينب قومي معي تعي زينب يلا يلا أول يلا زينب يلا بسرعة تعي بنتي بعدوا يا جماعة بعدوا عنا خلينا نتنفس شوي بنتي وينه الدكتور؟ ارتاحي يا بنتي ارتاحي دكتور صار له شي؟ يلا استعجلوا يلا خلصونا بسرعة يا شباب يلا تحركوا خلونا نمشي من هون يلا بسرعة يا عمري انتوا الله يحميكم الله يخلي لي اياكم يا لطيف لك لسه الدكتور جوا يمكن ما يموت تحت تمك بالخير يا مختار ايه ليش انا شو حكيت قصدي طلعته من جوا كثير صعبه شو يعني كفرنا بالضبط هيك الدكتور ايش دكتور الله يحميك هيك يا عمر ما بتقدر شد يا الف الحمد لله على سلامتك الله يعطيك العافيه دكتور انت منين طمني يا ابني كيفك الحمد لله على سلامتك صار لك شيء؟ لا تخلي ولادي انا مديون لك طول حياتي شكرا لك يا دكتور الله يعطيك العافيه لك ايه بلا عواطف مهدريه اتركونا السلامه مو شايفينه تعبان لا تعيط اوكي البنت وضع صعب كثير خلينا ناخذها على المستوصف